مرحبا اصدقاء، معكم ياسين جيمر. رشيد لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم احدث مخططات البطوله العالميه بلعبه كلاش اوف كلانس. هذه المخططات اسطوريه غوالي، مثل عادي بتعرفوا مخططات البطوليه خارقه كتير، وانا متاكد انه رح تنال اعجابكم. هناك شيء طبيعي بتعرفوا انتو، الاشخاص المصممين بيكونوا اشخاص صفق مستوى الاحتراف، يعني عالم قديمين باللعبه وبيعرفوا شو ما يعملوا. فلك المخططات انا دائما بحب اني اصورها يا غوالي، بحسها مفيده، يعني بتعطي فيديو مفيد بس تكون في هاي المخططات. فلك يعني انا بحب كثير اني اعمل فيديوهات عنها لمخططات البطوله، مخططات قويه كثير. حتى اصلا انا ما في داعي اني اشرح ليش هي قويه والنقاط القوه فيها، بس انا هلا بشرح شوي، يعني هيك فيكم تقولوا بشكل مختصر شوي، يعني هيك مشان نتعلم نحن نعمل مخططات مثل هاي المخططات. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس لنعمل كل شيء لدعم القناة مشان تشجعونا استمر بنشر المقاطع لكم يا اساطير. ويلا خليكم مع المقطع. خلونا نروح هون لاول تصميم او مخطط. مثل ما كنتم شايفين يا ابطال، هلا انا هون عامل لكم كل المخططات هاي بتلاقوها تحت بالوصف، عامل لكم يعني هون مثل ما كنتم شايفين اسماء الاشخاص، وتحت بتلاقوا رابط المخطط. بس هذا الشخص هون مثل ما كنتم شايفين عنده مخططين، هذا اريام، فلك انا عامل واحد عند هذا المخطط، وهلا بس نشوف الثاني مخطط عامل عنده رقم 2 مشان تعرفوا ما تخربطوا يا غوالي. خلونا هلق نبلش بالمخطط هذا الاول عنا بفيديو اليوم. مثل ما كنتم شايفين بتلاحظوا انه هون عنا كمان حركه المدفعيه نصر والتاون هول العظيمه، بشوف فيديوهاتها بشكل عام بيعرف الحركه وهي كتير مفيده على فكره، انا شرح كمان السبب. وعندكم هون يا غوالي مواقع الاكسبو ممتازة كتير، اذا بتلاحظوا هون 2 اكسبو ليحموا مدفعية نصر، وهون 2 اكسبو ليحموا التاون هول، فبالتالي يعني هيك مشان يعززوا الخطة تبعت مدفعية نصر والتاون هول، عرفتوا كيف؟ لان مدفعية نصر يعني بمداها البعيد فيها دافع عن كل هاي المناطق، بس اذا انت بدك تجي من هون يا صديقي من عند التاون هول بدك تبعد عن مدفعية نصر، فبالتالي انت يعني ما عاد يكفيك الوقت وحتى الجنود انك توصل عند مدفعية نصر وتدمره، يعني لانك هيك ما كانك عرضت اهتمام، فبالتالي هي بتقتلك جنودك، بتضل تطلق علي القذائف تبعيتها، حتى اذا بدك تصرف كل جرعات الجليد عليها ما راح يمشي الحال كمان، يعني بده يصير كثير هيك مهمه صعبه عليك، عرفت كيف؟ هون عندكم مواقع الابطال كثير حلوه، يعني هون مثل ما كنتم شايفين 2 من الابطال، هون الملك عندكم بهي المنطقه، هون ابراج السهامي بتصال على مسافة منيحة، عرفتوا كيف؟ لأنه قدامه صاير في منتجات. أغلب المخططات فيها أفكار جديدة هون مثل ما كنتم شايفين بالمخططات تبعت البطولة، بس كمان أغلبها فيها نفس الأفكار. لاحظوا هون فكرة كمان يا غوالي مدفعية نصر والتاون هول كمان مستعملينها بهذا المخطط، وبلاقيها بكثير من مخططات البطولة، هي لأنها فكرة ناجحة ويعني ما تعمل شغل كويس معي، لك بضلوا يستعملوها. لاحظوا هون كيف البطلين الملكي والملك صارت بالمنتصف هون مثل ما كنتم شايفين، وما يحموا الانفيرنو بالاضافه للدفاعات البقيه، هون كمان مسافه بالسور لحمايه الانفيرنو، وهون عندكم 2 من جنيق، هون دفاعات كثير متباعده يا غوالي، والتصاميم المثل هي بتكون كثير قويه ضد التنين الكهربائي، ضد حتى جرعات الجليد، فلكن بتشتغل شغل جبار، لانه الدفاعات منفصله عن بعضها البعض، وبنفس الوقت هي عندها مسافه منيحه للدافع عن بعضها، فلكن تشتغل شغل جبار ضد هالنمط من الهجوم. عندكم بالتصميم اللي بعده، يعني هذا التصميم نفس فكرة التصميمين اللي قبله مثل ما كنتم شايفين، بس هون عندكم مدفعية النصر والتاون هول صارت بجهة وحدة، فلك هذا الشيء ممكن يكون لكم غريب شوي، يعني هون صارت بجهة وحدة، بجوز تقولوا لي أنت يا ياسين إنه ممكن يهجموا من هون مثلا، بلكي عملوا هجوم شامل على هاي المنطقة وأخذوا التاون هول ومدفعية النصر، هنن يا صديقي إذا عملوا هيك بده يتفردوا على الجيشين، ممكن هنن يلحقوا ياخذوا التاون هول مدفعية النصر ويدمروين إذا كان هجومين صحيح، بس اصلا يعني ما بيلحقوا انه يدمروا هذول الدفاعات، وما بيلحق جيش انه يوصل اصلا لهالدفاعات، لانه بيكون هو ميت، بيكون متضرر مسبقا من هون، وهن ما نشروا جيش هون، يعني مثل بتعرف زبطوا كل جيش هون مشان يحاولوا يحوطوا كل هالمنطقه ليدمروا التاون هول مدفعيه النصر سوا، بس هن ما حسبوا حساب انه جيش ممكن ينتشر كمان، او ممكن انه ما عاد يلحق يدمر بقيه الدفاعات، ما حسبوا حساب كل هالشغلات، يعني هن فكروا بس انه ياخذوا النجمه تبعت التاون هول، ويعني ممكن اذا جابوا 50% من الارض يجيبوا النجمتين، بس انه يجيبوا 3 نجاة شيء كثير صعب، بيكونوا وقعوا بالفخ يعني،
هون عندكم كمان تقريبا نفس الحركة يعني، وهي هيك مانا نفسها تماما، كونه ماني نعجيها واحدة. اصلا هون التصميم غريب اذا بتلاحظوا، لانه يعني مانو متناسق وموتر كتير. هاي التصميمات بتلعب نفسية المهاجم. هون مثل ماكم لاحظين تاون هول يا غوالي هون كتير قريبة على الجهة، ومدفعية النصر كتير قريبة على الجهة، فبالتالي يعني صار انت يا صديق بتتوتر، بجوز تغلط وتنشر جيشك هون بهاي المخطط، لانه هون نشر جيشك كتير غلط رح يكون، يعني ما رح تلحق اصلا، وجيشك بجوز يروح على الدفاعات المانا مهمة بينما مدفعية النصر ما تضربه. فلكن انت كمان بتكون وقت بهالفخ هوني في مسافة بتبصلك منيحة اكتر من المخطط السابق عن تاون هول مدفعية النصر، فما فيك يعني تنشر جيشك كمان. هون العملية بدها تكون اسا صعبة عليك، مع انه الحركة يعني بالتنتن ما رح تكون صح يا صديقي غالبا اذا ما عرفت تنفذها، يعني شيء كتير صعب مسح المخططات. هون عندكم بالتصميم هذا يا غوالي اللي بعده عندكم هم مدفعية النصر، وهون عندكم كمان تاون هول نفس الحركة متبعينا، بس اذا بتلاحظوا هوني صار الاكس بو بيناتين اتنيناتين، وهون كمان عندكم المضادات الجوية مواقع حلوية موترة شاملة كل الارض، انا لاحظت هالشغلة. وهون عندكم كمان الانفيرنو شامل كل هاي المنطقة، وبنفس الوقت مشان تساوي القوة الدفاعية بالمنطقة هاي كمان حاطين المنجنيق، يعني هون حاطين كله انفيرنو وهون كله منجنيق اذا بتلاحظوا، فشي كتير حلو يعني عاملين تساوي هيك بالقوة الدفاعية، عرفتكي. هون عندكم تسلا موقع غير متوقع، وهي الشيء ممتاز كتير. هون الامر الكبير مثل ما انكم لاحظين، فالتصاميم اسطورية بمعنى الكلمة. هذا التصميم ما فيه المسافة الفصل كتير بين التاون هول مدفعية نصر، ومع انه في مسافة يعني للامانة هيك محيرك انه بتهجم من هون ولا بتهجم من هوني، يعني هي الحلو بهذا المخطط محيرك كتير وكله دفاعات فايت ببعض، فهذا التصميم يعني غير انه مانو منتظم كتير بيوترك يا صديقي، لانه انت ما عاد تعرف كيف بدك تهجم، كيف من وين بدك تفوت اصلا، من وين بدك تدخل بالهجمة، لانه يعني كل دفاعات حمية بعضها. هوني صاير التصميم منتشر بس من ناحية الدفاعات ما انه المنتشر كتير، لانه الدفاعات محشوكة ببعض، والمنتجات اذا بتنتبهوا هي اللي اخدي هالاماكن هي غوالي، وفرحنا على التصميم تاني، هي اللي اخدي هون الاماكن مثل ما نكون شايفين، بينما الدفاعات كلها متمركزة بهالمناطق اكتر شيء. في كم دفاع هون برا يعني مشان يوتروا القوات شوي، بس انه ماني انه الشيء الاساسي، عرفتوكي. عندكم هون بالتصميم هذا يا غوالي، هذا هو لنفس الشخص قلت لكم مثل ما كنتم شايفين، هي هو التصميم الثاني له، نحن شفنا من شوي التصميم الاول، خلونا نشوف هذا. عندكم هون يا غوالي مثل ما كنتم شايفين، كمان هون عندنا مدفعية نصر، وهون هم مدفعية نصر عفوا، وهون التاون هول، هلق هون صارت تقريبا بجهة وحدة. هون يا صديقي كمان ما يحاول يخليك تنشر جيشك، واذا بتلاحظ هون في مضاد جو وهون في مضاد جوي، كل بيعرف انه انت ممكن تنشر جيشك. وهون كمان في واحد عندك هون اكسبو ما يدافع عن التاون هول، هون اكسبو كمان ما يدافع عن منجنيق، وفي منجنيق حتى بدافع عن الاكسبو، ان الدفاعات هيك ما تدافع عن بعضها. انفيرنا موقعه كتير حلو. هون عندكم المنتصف ما بعرف شو صاير فيه اصلا الصراحة، محمي بشكل مرعب، وانا انتبهت على هذا التصميم انه انت يا صديقي يعني هون حمل اكسير، معقول هيك التصاميم، يعني لو انك اسا بتحط المخازن بالنص يمشي حالها هيك تصاميم موارد، ما بعرف الصراحة لانه شيء كتير موتر، بس اني حاطين هون طابات الاكسير لانه يا غوالي طابات الاكسير بتلقى دعك كتير وضربات كتير، فلاك هي طابات الاكسير هون بتحمي التسلا، عرفتوا كيف، هي غير كل الدفاعات اللي بتحمي التسلا كمان، فهون معتمدين هن على الدم تبع لطابات الاكسير مشان هيك تاكل ضربات كتير، بينما التسلا هي بتكون متدمر الجنود، فهي خطة والله حلوة يعني انا ما اخترت على بالي بالاول. عندكم هوني التاون هول يا غوالي، عندكم هون مدفعية نصر بالتصميم هذا اللي بعده مثل ما انكم شايفين، ما في المسافة اللي كتير بتفصل بيناتي، بس هذا مثل التصميم اللي شفناه من شوي انه صارت على جهة وحدة. وهون عندكم مواقع التسلا غير متوقع، فهذا التصميم كتير حلو لانه صارت هون مثل ما انكم شايفين التاون هول، وعندكم مدفعية نصر كمان على جهة وحدة، وانت صعب يا غالي تنشر جيشك بهالمنطقة، في كتير دفاعات وجيشك بده يعني بس ينشر بتصير دفاعات تستلمه بشكل اكبر، فبيموت جنودك اسرع، بدك تحسبها لحساب، فلهيك هون نشر جنودك شيء كتير خطير. هون عندك مثل ما انك شايف الانفيرنو، هون عندك كمان المنجنيق، يعني في تساوي بالقوة الدفاعية على كل نواحي الأراضي، والأفخاخ مواقع كتير حلوة، والتسلا مثل ما قلت لكم مواقع ممتازة. هلق عنا آخر تصميم يا غوالي مثل ما كن شايفين، هذا التصميم النهائي. هون عندكم تاون هول، وهون عندكم كمان مدفعية نصر، وفي هالمسافة تقريبا بيناتين، بحيث انت يا صديقي ما عاد تعرف تهجم يا من هون يا من هون، يعني بمدفعية نصر وبالتاون هول، يعني هون الهجوم على هيك أراضي
بده يكون شيك ترسا، بدك انت تكون تاون هول 13 يا صديقي اجباري، لا حتى تعرف يعني بدك تكون ويصلها، ما فيك تتوقع كيف بدك تجمع هيك اراضي وانت تاون هول اضعف يعني. وتوقعك اذا توقعته رح يكون غلط، ما رح يكون صح 100%، الشغل كتير بده خبره. ولكن انا هون بشرح ليش الاراضي قويه وهي مهمته، وهي اصلا ما في داعي اشرحها، هيك مخططات عظيمه كتير مثل ما قلت لكم. هون يعني لاحظوا كمان كله قوي بهذا المخططات الاكسبو، وهنا عندكم الابطال كمان، فهي المخططات كتير بتعجبني الصراحه. وانا لي زمان شوي ما نزلت مثل بتعرفوا بسبب المذاكرات، بس هلق رجعت لكم فيديو مفيد بيفيدكم كتير، وانا بحب هالفيديوهات مثل ما قلت لكم. ولا تنسوا انه رابط نسخ هاي المخططات بتلاقوها تحت بالوصف، روحوا استفادوا ونسخوين، جربوا انتو فين لهاي المخططات، وما بنصحكم تعدلوا علي لانه صدقوني يعني العالم اللي عاملين هالمخططات مفكرين بكل خطوة لحتى يعملوها، بكل حركة ممكن الخصم يعملها. ان في هون قنبلة بتلاقي هون تيسلا مثلا، هون يعني هيك مفكرين بكل شيء، عرفت كيف؟ هون ما عندك مثلا هذا فخر العظام تركينه مشان يوتر الجنود اللي بتحاول تدمر التسلا، يعني كله حاسبينه، كل حركة حاسبينها عبر تجاربهم هن اللي مروا فيها باللعبة. فلكن احنا نستفاد منين؟ نستفاد كمان من تجاربي مشان نصير هيك لاعبين ممتازين مثلين، نعمل مخططات قصه مثل هي واحسن. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.